تقريبا نفس المضمون او نفس محتوى تهنئه كابتن محمود الخطيب جاءت على لسان السيد اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه في اطار يعني متصل طبعا السيد وزير الشباب والرياضه هنى هنى الفريق النادي الاهلي لكره السله رجال بعد ما تم تتويجهم بلقب بطوله افريقيا اشاد طبعا بالمستوى الرجولي لكل لعيبه النادي الاهلي وروحهم القتاليه العاليه واصرارهم على الفوز والانتصار وقال ان الدوله المصريه بتقدم كافه انواع الدعم للانديه المصريه في كل مشاركاتها على المستوى الدولي وطبعا بتسعى لتهيئة الاجواء المناسبه لتتويج وصياغه تاريخ جديد للرياضه المصريه